ظاهرة شغلت الإنسان منذ أقدم العصور والأزمان، ورغم الأبحاث والاكتشافات العظام إلا أنها بقيت اللغز المحير لبني الإنسان. يقول عنها الغزالي: اعلم أن القلب بابين للعلوم، واحد لعالم اليقظة والثاني لعالم الأحلام، وما يبصر بين النوم واليقظة أولى بالمعرفة مما يبصر بالحواس، إنه عالم الأحلام. الأحلام قضية معقدة شرق فيها المحلون وغربوا بحثاً عن أسبابها وماهيتها. وبالرغم من أن الإنسان يقضي ساعتين كل ليلة في الأحلام، أي ما يعادل حوالي 6 أعوام على مدى حياته، إلا أن عالم الأحلام ما زال يعد من أكثر الأمور غموضاً للإنسان. فلنبدأ بالسؤال: لماذا نحلم؟ وما الذي يحدث في الدماغ أثناء الحلم؟ في عام 1952 للميلاد حدث أمر مذهل، فقد وجد باحثون في جامعة شيكاغو أن هناك نشاطاً كهربائياً فريداً يحدث في الدماغ في مرحلة معينة من النوم. وعندما يوقظ النائمون في هذه المرحلة فإنهم يؤكدون وعلى الدوام أنهم كانوا يحلمون ويتذكرون أحلامهم جيدة. ووجد خلال هذه المرحلة كذلك أن مقل العينين تتحرك بشكل سريع تحت الجفون وفي كل الاتجاهات، وسميت مرحلة حركة العين السريعة. وفي هذه المرحلة تحدث أمور غريبة، فقد وجد أن نشاط الدماغ الكهربائي خلالها مشابه لنشاط الدماغ أثناء اليقظة، ولذلك أعطي اسم ظاهرة النوم المتناقض. فالدماغ يقظ لكن الجسد في حالة شلل كامل أشبه ما يكون بالميت. وسبب ذلك توقف الدماغ عن إفراز بعض المواد الكيميائية داخله كالنورابينفرين والسيروتونين والهيستامين، مما يسبب الشلل الكامل لعضلات الجسم، كأن الإنسان خرج من جسده. وهذا يفسر قدرة الإنسان أثناء الحلم على الطيران والركض بسرعة خارقة أو محاربة الوحوش. هناك العديد من النظريات الشائعة التي تحاول تفسير سبب الأحلام، منها ما اعتبره البعض رغبات مكبوتة يترجمها العقل الباطن على شكل صور ومشاهد غير مترابطة، وهذا ما ذهب إليه فرويد وغيره. ولكن ثمة نظريات أكثر مصداقية لأنها تستند على تجارب مكثفة وبراهين علمية، كلها تؤكد أن الحلم حلقة مكملة للإدراك الحسي والفكر الواعي التحليلي. فالدراسات تؤكد أن الدماغ أثناء النوم لا ينقطع عن التفكير الواعي النشط في الأمور الحياتية كما كنا نظن سابقا، والفرق هنا أن الدماغ يتعامل مع الأفكار بطريقة مختلفة. إن العقل الواعي يستطيع أن يتعامل مع 20 إلى 40 بت في الثانية فقط، والبت هو أصغر وحدة قياس في الحاسب الآلي، في حين أن العقل اللاواعي يستطيع أن يتعامل مع 20 مليون بت في الثانية الواحدة. وأثناء النوم يتحرر العقل اللاواعي من وصاية العقل الواعي وبقدرته الفائقة على تجميع المعلومات أثناء اليوم وملاحظة أدق التفاصيل، وبسرعته الفائقة على التحليل يحاول العقل اللاواعي أن يعين العقل الواعي أثناء النوم، فيقدم له حلولا مبدعة لمسائل استعصت عليه أو يحذره من أمور قد غابت عنه. وهذا يفسر مئات الاختراعات والابتكارات والاكتشافات الإنسانية التي توصل إليها الإنسان بعقله اللاواعي أثناء النوم بعد أن عجز عقله الواعي أن يفعل ذلك أثناء اليقظة. وهذا ما حدث لإلياس هو مخترع مكينة الخياطة في القرن 18، فعندما عجز عن تحديد موضع الفتحة في الإبرة لأيام
حلم ذات ليلة بأشخاص يرمون رماحا، ولكل رمح فتحة في أعلاه على شكل العين، فاستيقظ وأدرك المكان الصحيح لوجود الفتحة في إبرة الخياطة. وكذلك الحال بالنسبة للفيزيولوجي الألماني أوتو لوي، الذي فاز بجائزة نوبل للطب عام 1936 بعد أن رأى في المنام كيفية النقل الكيميائي للإشارات العصبية بعد عجزه عن فك اللغز في معمله على مدار 17 عاما. وكذلك الحال باكتشاف الإنسولين عام 1921 بحلم رآه فريدريك بانتينغ وفاز بجائزة نوبل. وكذلك النظرية النسبية لأينشتاين، فقد رأى المعادلة في المنام وعاد يدرس الرياضيات لعدة أعوام ليثبت ما رآه في المنام. وكذلك اكتشاف البيروني لمحيط الأرض وغيرهم كثيرون. إن النوم بشكل عام يساعد الإنسان على حل المسائل المعقدة، ففي إحدى الدراسات عام 2004 تم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى مجموعتين لحل لغز أو معضلة رياضية، فوجدوا أن المجموعة التي سمح لها أن تأخذ قيلولة في منتصف المسابقة استطاعوا أن يحلوا اللغز بنسبة 60%، مقارنة بالمجموعة الثانية التي استمرت بدون قيلولة وكانت نسبة نجاحهم 25% فقط. تصبح الأحلام مفتاح الإبداع وإيجاد الحلول، لكنها تقدم الحلول على شكل رموز بدلاً من أن تجعل الحالم يفكر في طريقة الوصول إلى الحل. وعلى هذا الأساس تعتبر الأحلام مفتاح الإلهام والإبداع. وبعض النظريات تعتقد أن الأحلام تجهزنا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وأنها في مضمونها تحمل رسائل هامة، من لا يحترمها قد يخاطر بمستقبله، وهذا يفسر الكثير من المشاعر السلبية السائدة أثناء الأحلام. فالدماغ أثناء النوم يقوم بمحاكاة الخطر أو القلق الذي يهدد الإنسان في حياته، والذي يحاول العقل الواعي أن يتجاهله، فيفرضه عليه العقل اللاواعي في المنام ليحذره ويهيئه ويجعله أكثر استعداداً لمواجهة هذا الخطر في عالم الواقع. ومن النظريات الأخرى أن الأحلام تعالج فينا الصدمات النفسية التي نتلقاها في يقظتنا، ومثال ذلك أنه إذا نجا إنسان من حريق فإنه في أغلب الظن سيحلم به في تلك الليلة، وهي وسيلة أودعها الله الإنسان لتعينه على سرعة التشافي والعلاج من صدمات الحياة اليومية والتكيف مع حوادث الدنيا، ولتخفف عنا وطأة الصدمات والكوارث حتى لا نفقد عقولنا. وهناك نظرية ترى أن النوم والأحلام يقومان بوظيفة ترتيب وتنظيم الملفات في الدماغ وطرد المعلومات التي لا معنى لها، أي بمثابة تنظيف بنك المعلومات في الدماغ، وفيه يتم تنظيم الذاكرة وتقوية الروابط بين المعلومات التي قد نحتاجها مستقبلاً والتخلص من الذكريات غير المفيدة حتى لا يزدحم الدماغ. وكذلك النظرية التي ترى الأحلام عبارة عن فرصة تعطي الإنسان الحرية في اختبار وتجربة تصرفات يصعب تجربتها في الواقع، فيقوم الدماغ بالربط بين الأفكار والمشاعر وتفعيل هذه التجارب في الأحلام دون الخوف من تبعات هذه المحاولات الجريئة. إذن ما تقوم به الأحلام هو بمثابة رسائل من العقل اللاواعي إلى العقل الواعي تتخفى وراء أفكار أو صور أو قصص خيالية، وتحتاج لفك رموزها ليفهمها العقل الواعي، وهكذا يعمل العقل اللاواعي. وهناك من ذهب إلى أن من وظائف الأحلام كذلك حراسة النوم ومقاومة أي شيء يؤدي إلى إقلاق النائم أو إيقاظه. فعلى سبيل المثال، إذا حس الإنسان بالعطش أثناء النوم فإنه قد يرى في منامه أنه يشرب الماء، وبهذا يستمر نائما ولا يضطر للاستيقاظ لإرواء عطشه. إن النظريات الحديثة ترى أن الأحلام تخدم جميع ما ذكرناه سابقا على حسب احتياج الإنسان في تلك الليلة وحالته العقلية
والنفسية. فالأحلام والعقل اللاواعي خادمان للعقل الواعي، يستجيبان لما يحتاجه الإنسان. وهناك ظاهرة تسمى بالحلم الجلي، وفيها يدرك الإنسان أنه يحلم، ويمكنه السيطرة على حلمه والتحكم فيه وتوجيهه باتخاذ قرارات واعية أثناء النوم لما يرغب فعله في الحلم. وقد وجد أن الجزء الأمامي من الدماغ، وهو مسؤول عن التخطيط والوعي والإدراك، يكون مفعلا نشطا حينها بخلاف الأحلام الأخرى. ينظر الإسلام إلى الأحلام على أنها ثلاثة أشكال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، فالرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. وقد بدأت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤى في مرحلة مبكرة من عمره، فكانت أولى علامات صدق نبوته وبعثته. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الاستماع لما يراه أصحابه في منامهم، وكان يكثر من سؤالهم خاصة بعد صلاة الفجر، ومنها تلك الرؤى المشهورة التي ذكرت فيها كلمات الأذان. وقد اهتم العلماء العرب المسلمون بالرؤى وتفسيرها، وأصبح ذلك علما بحد ذاته عند بعض المفسرين مثل محمد بن سيرين. وعلم تفسير الأحلام ليس علما مكتسبا، وإنما موهبة وملكة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وهي تعتمد على مجموعة خصال يرزقها الله المفسر، كالفراسة والذكاء والنظر في حال الرائي، فهو للإلهام أقرب منه للعلم. ومن الخطورة بمكان أن يطلب صاحب الرؤية تفسيرا لرؤياه من أي من كان. وقد يختلف تعبير الرؤيا نفسها من شخص لآخر بناء على القرائن التي تصحب هذه الرؤيا، فلا يمكن الاعتماد على كتب تفسير الأحلام بشكل مطلق. ما أن يضع الإنسان جنبه على الفراش ويخضع لسلطان النوم حتى تنطلق روحه لتجوب عالما آخر يختلف بحدوده ومقاييسه وطبيعته عن عالم اليقظة، فتسقط حواجز الزمان والمكان، فالعين ترى والأذن تسمع واللسان ينطق، لكن الجسد ساكن أشبه بحالة الممات. إنه عالم الرؤى والأحلام الذي كان وما زال مثار اهتمام الإنسان على مر العصور والأزمان. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤى الصالحة يراها المسلم أو ترى له. فمن أكرم بالرؤى الصالحة فقد أكرم بما بقي من ميراث النبوة، فليحمد الله وليلزم ولا يبدل فيبدل الله عليه. وصدق العليم الخبير إذ قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.